أبنائي وبناتي طلاب تالتة إعدادي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الإسكولا، مادة الحاسبية وتكنولوجيا المعلومات. إحنا المرة اللي فاتت خلصنا حلقة من الحلقات المهمة جدا، وكنا قفلنا بيها الوحدة التالتة اللي بنتكلم فيها على خصائص أدوات التحكم. النهاردة بإذن الله مع الفصل الأخير موجود عندنا في الترم الأول، بيتكلم عندي على نافذة الكود أو الكود ويندو. يلا بينا نبدأ الحلقة. نافذة الكود هي عبارة عن النافذة المسؤولة عن عملية كتابة أوامر وتعليمات البرنامج داخل لغة الفيجوال بيزك. يعني أي كائن من الكائنات اللي درستها في الدرس السابق في الفصل الثالث، عشان أكتب كود بداخله أنا مش بكتب فعليا بداخله، أنا بكتب داخل ما يعرف باسم الكود ويندو أو نافذة الكود. الهدف الرئيسي من نافذة الكود هو كتابة أوامر وتعليمات البرنامج بلغة الفيجوال بيزك، يبقى المكان المسؤول عن كتابة هذه الأوامر والتعليمات. طب ازاي افتح نافذة الكود عشان اكتب جواها الكود؟ ازاي؟ قال لي في طرق كتير لفتح نافذة الكود. اول طريقة عندي اخلي بالي من حاجة، لازم اكون واقف على الكائن اللي هفتح من خلاله نافذة الكود وليكن الفورم، واتأكد ان الكائن في وضع التنشيط او في وضع التحديد. وبعدين هعمل على الكائن ده ايه وانا واقف عليه في عملية التحديد؟ ادوس على F7 من ازرار الوظائف الموجودة عندي في لوحة المفاتيح F7، او دبل كليك النقر مرتين يعني على النموذج وعلى اي اداة. يبقى خلي بالي انا لغاية دلوقتي اخدت طريقتين لفتح نافذة الكود، يا اما وانا واقف على اي كائن بما فيهم الفورم F7، او دبل كليك اللي هو النقر مرتين متتاليتين على اي اداة، او ان انا من خلال الامر كود الموجود في قائمة فيو بشيط القوائم، وانا واقف على اي اداة برضو في وضع التحديد هخش على قائمة فيو اختار الامر كود. او في طريقة تانية دي خاصة بقى بالفورم، ودي موجودة عندي في السوليوشن اكسبلورر او مستعرض الحل او نافذة الحل. بخش على نافذة السوليوشن اكسبلورر، بيبقى في عندي مجموعة من الملفات الخاصة بالمشروعات، بخش على النافذة اللي هي الفورم 1 او الايكون الخاص بالفورم 1، بعمل عليها كليك يمين وبختار الامر اسمه فيو كود. دي كلها طرق مختلفة لفتح نافذة الكود. طبعا الطريقة الاخيرة دي خاصة بالفورم، لكن انا ممكن افتح النافذة من اي مكان سواء الفورم او من اي كائن اخر، يا اما F7 او النقر مرتين متتاليتين على اي اداة بيفهم النموذج، او انا واقف على اي اداة في وضع التحديد من قائمة فيو اختار الامر كود، او الطريقة الرابعة والاخيرة ودي خاصة بالفورم بس، بروح على السوليوشن اكسبلورر وبختار من السوليوشن اكسبلورر الملف اللي اسمه فورم 1 او امتداد دوت في بي في الاخر، بعمل كليك يمين وبختار من القائمة المختصرة عندي فيو كود. تمام، تظهر عندي النافذة بالشكل ده. اخلي بالي من النافذة، ان النافذة بتحتوي على مجموعة من العناصر الرئيسية، رقم 1 ورقم 2، نفرق ما بينهم بكلمة ديزاين، عشان كتير من الشباب بيتلخبط ما بين الاثنين. form1.vb form1.vb ديزاين، الاثنين عبارة عن ملفات او اسماء ملفات، لكن الاول اللي هو رقم 1 ده خاص بعملية تخزين الكود، يبقى ده الملف اللي يخزن به الكود. اما اللي فيه كلمة ديزاين ده خاص بتخزين واجهة النموذج او محتويات واجهة النموذج. يبقى عشان نفرق ما بين الاثنين، دول عبارة عن مجموعة من التابس فوق كده، التاب اللي لونها ابيض دي هي معناها انها التاب الخاصة بالنافذة المفتوحة قدامي. في الخلفية في نافذة تانية اللي هي خلفية الديزاين او خلفية المشروع اللي تم تصميمه. طبعا الخلفية الاولى دي اتفتحت بمجرد عملية F7 او دبل كليك على اي كائن في وضع الديزاين، فاداني التاب دي بمحتواها اللي هي form1.vb، فاقول لك ان التاب دي خاصه بالنافذه دي اللي هي نافذه ايه؟ نافذه كتابه الكود او تخزين الكود. يبقى رقم 1 ده عباره عن الملف اللي بيخزن به الكود او المساحه الخاصه بكتابه الاكواد. اما الديزاين form1.vb ديزاين دي رقم 2، دي خاصه بعمليه تخزين واجهه النموذج اللي بيتم تصميمه. رقم 3 عباره عن ايه السطر ده؟ public class form1 ده عباره عن السطر الخاص بعمليه الاعلان عن التصنيف اللي اسمه فورم 1، ده سطر اعلان عن التصنيف اسمه فورم 1. وخلي بالنا من حكايه الاسم دي، لان مش دايما ممكن يجي لي في امتحان كلمه فورم 1، ممكن يكون النيم بتاعه متغير. يبقى انا اخلي بالي من حاجه، ان الكلمه اللي هتيجي بعد كلمه كلاس دي عباره عندي عن اسم التصنيف، بصرف النظر بقى عن فورم 1 او غيره من الاسامي اللي هيتم اطلاقها على الكائن على حسب ما هيجي لي مثلا في الامتحان. يبقى بابليك كلاس فورم 1 ده عباره عن سطر اعلان عن التصنيف اسم التصنيف ايه؟ فورم 1. رقم 4 ده عباره عن المكان اللي هيتم كتابة الأكواد فيه، رقم 4 يعني ما بين برايفت سب واند سب، ده المكان المخصص بكتابة الأكواد الخاصة بالتصنيف فورم 1. أما رقم 5 اند كلاس ده سطر نهاية التصنيف. لغاية كده أنا درست أو أخدت جزء بسيط جدا من مكونات نافذة النموذج، ولسه هنتكلم عليها
واحنا شغالين اثناء الدرس. قوائم نافذه الكود عندي هي عباره عن قائمتين مهمين جدا. لما افتح نافذه الكود كده قدامي تاني هلاقي في عندي قائمه اولى وقائمه ثانيه رقم 1 و2. رقم 1 دي هتعرض لي ايه؟ قال لي رقم 1 دي عموما اسمها الكلاس نيم. الكلاس نيم رقم 1 دي ليها قائمه الكلاس نيم، هتعرض لي ايه؟ قال لي بتحتوي على او بتعرض بداخلها مجموعه الكائنات الموجوده على النموذج. يبقى هتعرض لي مجموعه اسماء الكائنات ادوات التحكم الموضوعه على نافذه النموذج. اي عدد من الكائنات موجود داخل وضع الديزاين والفورم 1 ديزاين، اي عدد من الكائنات موجود في وضع الديزاين، لما افتح الكلاس نيم هنا هتديني اسماء الكائنات مرتبه ترتيب ابجد. يبقى الكلاس نيم هتعرض لي اسماء ادوات التحكم الموجوده على نافذه النموذج. امال الناحيه الثانيه رقم 2 دي عباره عن ايه؟ دي حاجه اسمها الميثود نيم. يبقى الاولى الكلاس نيم بتعرض اسماء الادوات الموجوده على نافذه النموذج، اما الميثود نيم هيعرض لي ايه؟ قال لي بيعرض لي مجموعه الاحداث الخاصه بالكائن المختار من الكلاس نيم. يعني كل كائن من هنا ليه مجموعه من الاحداث هنا في رقم 2. لما اختار من الكلاس نيم اسم اداه معينه يبدا الميثود نيم يديني مجموعه الاحداث الخاصه بالعنصر اللي تم اختياره من الكلاس نيم. يبقى الكلاس نيم هيعرض اسماء ادوات التحكم الموضوعه على نافذه النموذج، اما الميثود نيم هيعرض لي الاحداث الخاصه بالعنصر او بالاداه المختاره من الكلاس نيم. طيب ازاي نتعامل مع الكلاس نيم والميثود نيم بهدف ان انا اعمل معالج حدث معين؟ ابدا افتح مثلا سي معالج الحدث الخاص بالباتون 1 عشان ابدا اكتب الكود جواه. ما انا مش كل ما اجي اكتب كود داخل كائن هقفل نافذه الكود واروح على الكائن اعمل دبل كليك عليه عشان يفتح نافذه الكود. هي نافذه كود واحده بتصنيف واحد، وداخل التصنيف ما يعرف باسم المعالجات او معالجات الاحداث. انا عشان افتح معالج حدث خاص بكائن انا ما عليا ان انا اختار اسم الكائن اولا من الكلاس نيم، ثم اختار الحدث الخاص بهذا الايه؟ الكائن. يعني هعمل كده فيفتح لي الليسته الخاصه بالكلاس نيم، اختار منها اسم الكائن وليكن مثلا سي باتون 1. بمجرد اختيار الكائن يبدا الناحيه الثانيه افتح الميثود نيم فيديني خصائص الكائن اللي تم اختياره، وطبعا انا اخترت تكست بوكس 1. الناحيه الثانيه المفروض بختار الحدث الخاص بيه وليكن مثلا تكست تشينجد، فيبدا يديني السطرين بتوع البرايفت سب والاند سب الخاص بهذا الايه؟ بهذا الكائن. يبقى طبعا الهدف من الحركه اللي انا عملتها دلوقتي تغيير او اللعب مع الكلاس نيم والميثود نيم، هو هدفه فتح ما يعرف باسم معالج الحدث داخل نافذه الكود عشان ابدا اكتب جواه الكود البرمجي الخاص بهذا الكائن. طب ايه هو معالج الحدث؟ بشكل بسيط جدا، معالج الحدث هو عباره عن اجراء، هذا الاجراء بيحتوي بداخله على كود. معالج الحدث او الايفنت هاندلر هو عباره عن اجراء بيحتوي على كود بيتم تنفيذ هذا الاجراء بمحتواه عند وقوع حدث مرتبط به. معالج الحدث هو عباره عن اجراء هيحتوي على كود بيتم تنفيذ هذا الاجراء بمحتواه من اكواد عندما يقع حدث مرتبط بهذا الاجراء. يبقى الفكره بمنتهى البساطه، يا باكج هتحتوي على مجموعه من الاوامر والتعليمات، امتى يتنفذ الباكج بكل محتواه؟ لما يقع حدث معين على هذا الباكج او على هذا الاجراء. فيجي لي من هنا بقى يبدا يتكلم على بعض الاجزاء الثانيه الداخليه الخاصه بنافذه الكود. طبعا اتكلمنا على البابليك كلاس فورم 1 وقلنا ده عباره عن سطر الاعلان عن التصنيف اللي اسمه فورم 1، ده قصته منتهيه. السطر الثاني اللي هو البرايفت سب ده سطر الاعلان عن الاجراء. بابليك كلاس سطر الاعلان عن التصنيف، السطر الثاني اللي هو البرايفت سب سطر الاعلان عن الاجراء، لكن هو مش محدد السطر، هو محدد لي كلمتين او جملتين داخل السطر. رقم 2 ده عباره عن ايه؟ قال لي ده عباره عن اسم الاجراء. رقم 2 ده اسم الاجراء، او ممكن نقول عليه ايه؟ اسم معالج الحدث. الاثنين صح، ما هو الاجراء هو معالج الحدث، اجراء هو معالج الحدث، بس الاجراء هنا يعني يعتبر جزء منه، ان هو اجراء بيحتوي على كود، فهو كله على بعضه بيتقال عليه معالج حدث. فممكن نقول على رقم 2 اسم الاجراء او اسم معالج الحدث. بيحتوي على ايه او منقسم الى ايه هذا الاسم؟ قال لي الى اسم الكائن مضاف عليه اسم الحدث، اهو باتون 1 اندرسكور كليك. انا هميز اسم الاجراء دايما انه مكون من مقطعين وفي النص في عندي علامه اندرسكور، ده معناه ان هما كلمه واحده اسم الاجراء. طب الشبيه ليه اللي على طرف السطر رقم 3 ده اسم باتون 1 دوت كليك، خلي بالنا ده مش كلمه واحده، ده كلمتين بينهم دوت، ده بيقول عليه المتسبب في استدعاء الاجراء. يعني اذا كان اللي فيه الاندرسكور ده عباره عن اسم الاجراء مكون من الكائن والحدث او اسم الكائن واسم الحدث، اللي فيه الدوت ده عباره عن المتسبب او المسبب في استدعاء هذا الاجراء. يعني عند وقوع حدث الكليك على الباتون 1 قم بتنفيذ الاجراء اللي اسمه باتون 1 اندرسكور
كليك مهمه قوي التكه دي، مهمه جدا عشان نفهم فكره عمل معالج الحدث بشكل بسيط. هي الفكره بمنتهى البساطه ان رقم 3 هو المتسبب في استدعاء او في تنفيذ الاجراء، فهو ده بيعتبر الحدث اللي هو الكليك. فانا بقول له هنا عند وقوع حدث الكليك على الباتون 1 قم بتنفيذ المعالج اللي اسمه او معالج الحدث اللي اسمه باتون 1 اندرسكور كليك. جواه ايه بقى؟ هنشوف هنا اللي جواه. لكن رقم 4 عندي اند سب عباره عن سطر نهايه الاجراء، رقم 5 سطر نهايه التصنيف، اللي جواه اهو رقم 6 ده المكان المخصص بكتابه الايه؟ الاكواد الخاصه بمين؟ بالاجراء. فيقول لي هنا رقم 6 وما بين 2 و4 بيكتب الكود اللي بينفذ عند استدعاء الاجراء بعد وقوع الحدث. يعني انا رقم 6 هنا بكتب كود معين، هذا الكود لا يعمل الا عند وقوع حدث كليك على الباتون 1، فيتم تنفيذ الاجراء اللي اسمه باتون 1 اندرسكور كليك بما يحتويه من اكواد. نقطه دي مهمه جدا يا جماعه وخطيره جدا، معالج الحدث ناخدها ونذاكرها على مهل لانها كثيره التكرار في الامتحانات. يا ترى ممكن اعمل عمليه ضبط الخصائص بدون نافذه الخصائص؟ في طريقه ضبط الخصائص ادوات بشكل برمجي، يعني من خلال نافذه الكود. طب في طريقه؟ في صيغه عامه لكتابه هذه الخصائص اللي هي بتبقى كنترول نيم دوت بروبرتي بيساوي فاليو، يعني اسم الكائن ضد الخاصية اللي انت عايز تغيرها بيساوي القيمة اللي انت عايز تعدل ليها قيمة الكائن. طب دي تكتب ازاي او اسلوب عامل ازاي؟ شوف كده مثال، قول لي قم بضبط خاصية تكست للأداة باتون 1 بحيث تظهر قيمة كلمة ايجيبت، يعني عايز الزرار باتون 1 يظهر عليه كلمة ايه؟ ايجيبت زي ما احنا شايفينها كده. جميل، انا عندي الكائن اهو كنترول نيم باتون 1 والخاصية تكست والقيمة ايجيبت. طب اكتبها ازاي؟ اهو اكتب اسم الكائن الاول يبقى باتون 1 دوت الخاصيه تكست بيساوي ايجيبت. اهو هو ده فعلا التنفيذ بتاعها، هو ده فعليا التنفيذ بتاعها، باتون 1 دوت تكست بيساوي ايجيبت. وخلي بالنا من حاجه ان الخاصيه تكست اي قيمه هتتكتب على يمين اللي يساوي بعدها لازم تتحط في دبل كوت، تتحط في علامات تنصيص، لان هي عباره عن خاصيه نصيه القيم بتاعتها قيم نصيه مجرده، لازم تتحط في دبل كود. ده طبعا في حاله لو قيم حرفيه، لكن لو ارقام بتتحط بشكل تلقائي. طيب في عندي كمان مثال تاني مهم قوي لاظهار الجمله دي جمهوريه مصر العربيه داخل اداه العنوان ليبل. بس استنى بقى، هو مديني النص او القيمه اللي هي الفاليو اهي، ومديني الاداه. طبعا الخاصيه عندي ايه؟ خاصيه تكست. انا لعبي كله مع الخاصيه تكست عندي في الفصل ده لاظهار القيمه دي او النص ده داخل اداه الليبل. جميل، اهو ليبل 1 دوت تكست بيساوي جمهوريه مصر العربيه في دبل كوت. لكن قال لك خلي بالك انت هتعمل التغيير ده امتى؟ لما يقع الضغط على زر الباتون 1. يبقى خلي بالي من حاجه، انا مش هشتغل في معالج الحدث بتاع الليبل 1، لا ده انا هكتب الكود بتاع الليبل 1 داخل معالج الحدث الخاص بيه الباتون 1. ليه الكلام ده؟ لان انا عايزه لما يقع حدث الكليك على الزرار الليبل يتغير. فهنا كان فيها تكايه فنيه شويه بسيطه، لكن هي بنفس الاسلوب اهو. انا داخل برايفت سب الخاص بالباتون 1 اندرسكور كليك، هقول له ايه؟ هقول له خلي الليبل 1 دوت تكست يساوي جمهوريه مصر العربيه. فالكلام ده يحدث امتى؟ لما يقع حدث الكليك على الباتون 1 يتم تنفيذ هذا الايه؟ الاجراء اللي هو بيحتوي على ايه؟ خلي الليبل 1 دوت تكست يساوي جمهوريه مصر العربيه. انتهت حلقتنا النهاردة بسرعة جدا، ودي تعتبر فعلا اخر حلقة عندي الفصل الدراسي الاول. اتكلمنا فيها النهاردة على الفصل الرابع اللي بيتكلم عندي عن نافذة الكود، في بعض التكات البسيطة في الحلقة عايزك تتفرج على الحلقة اكتر من مرة، ركز فيها بشكل جيد لان التكات دي بتيجي في امتحان بشكل جميل جدا زي ما هنشوفها ان شاء الله في الاسئلة مع بعض. ارجو ان انت تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتابعنا باذن الله عشان تشوف دروس الفصل الدراسي التاني.